فيه ثلاثة هيكل رياضية في تونس وصولا إلى هيئة التحكيم الرياضي. السند القانوني اللي ارتكزت عليه حسب بطبيعة الحال القانون اللي عندنا هو عديد الأسانيد القانونية، لكن عادي أنه تختلف يعني هيئات قضائية مختلفة الدرجة في قرار، هذا موجود حتى في القضاء العادي ابتدائي استئناف وتعقيب، وذلك علاش فما محامي منا ومحامي منا، لأنه الأساس ممكن يختلف والتأويل يختلف، بالتالي مش حاجة غريبة يعني حاجة عادية. ممكن أهمية الثلاث نقاط هذه وأهمية الهالة الإعلامية هي اللي خلت أنه النزاع هذا يكون ممكن بلوز امبورتون كو لي زوتر ماني كونفليت. بقى شو نقول أنه هذا قرار فريد من نوعه، قرار فريد من نوعه وحالة فريدة من نوعه، باعتبار أنه كل جمعية كان عندها أساس قانون وكان عندها سند قانوني وكانت عندها محاضر اعتمدت عليها في احتساب، كانوا حاضرين معنا وشفنا الوثائق، حتى الوثائق مختلفة بالنسبة للنادي الرياضي الصفاقسي. اعتمد على محضر جلسة عامة في 30 جويلية 2012، اللي في الموسم 2012-2013 في مقابلة الكاس هذه نتاع 2011-2012. اعتمدت كذلك على محضر جلسة للمكتب الجامعي في 15 جويلية 2013، يعني بعد 30 جوان 2013 ونهاية الموسم العادية، محضر يحمل عدد 22 يعني مازال الموسم متواصل. اعتمدت كذلك على مراسلة صادرة عن المكتب الجامعي بتاريخ 22 اوت 2013 من نادي الرياضي الصفاقسي تطلب الاجتماع للحديث عن بداية الموسم، بالتالي في ذهن المكتب الجامعي لم ينطلق الموسم. النجم الرياضي الساحلي بخلاف ذلك اعتمد على محضر جلسة للجنة التأديب والروح الرياضية عدد واحد، يعني مقابلة كأس هذه كانت أول مقابلة في الموسم هذا. اعتمدت كذلك وخاصة على مبدأ قانوني موجود، ولأنه ممكن الكناس فما نقد شوية للقرار نتاعها، المبدأ القانوني يقول أنه الموسم ينتهي في 30 جوان من كل موسم، ولا يقع التمديد في هذا الموسم إلا بقرار صادر عن المكتب الجامعي. لا وجود لأي محضر جلسة من المكتب الجامعي يقضي بتمديد هذا الموسم. الحقيقة أنه فما كل واحد حسابه صحيح، كل واحد عنده وثائق قدامه، حسب نادي الصفاقسي يحسب حسابه وثائق قانوني، وكان على حسن نيه ورتح اللعبه نتاعو مقابله النادي الافريقي. كذلك النجم الرياضي الساحلي حسب باعتبار ان المقابله الاولى نتاع الكاس مقابله الموسم، والبريقي رتحوه على اساس المقابله هذيك، انه الانذار اللي خذاه في المقابله هذيك كان الاول في الموسم. بالتالي الكناس كي لقات روحها امام اسانيد قانونيه متقابله ومتساويه، خلينا نبداو نكونوا واضحين، متساويه، ولا ترجع للاستحقاق الرياضي وتقول لك في توازي وتساوي الاستحقاق القانوني، يقع الرجوع للاستحقاق الرياضي، استحقاق الرياضي النادي الرياضي الصفاقسي يربح على التيران. حاجتين نحب نقولهم من هنا، انه نجم الرياضي الساحلي لازم يعاود يحسب تو، شي يعاود يحسب الوليد البريقي علي البريقي. اذا كان نجم الساحلي عنده الحق والنادي الصفاقسي على حق، هنا الخطا يكون اداري، يعني الجامعه هي اللي غالطه، فما اعاده مباراه. اسمعنا زاد فما كلام على اعاده مباراه، انا معاك الخطا يكون اداري نورمالمون نمشيو لاعاده المباراه، فمش كلام معاك هيك معاك. لو انه احد الاطراف طلب اعاده المباراه في الطلبات نتاعو، لانه المحكمه ما تنجمش تحكم بحاجه غير طلبات الخصوم، لانه باش تخرج على الحياد نتاعها. هل انه النجم الرياضي الساحلي او النادي الرياضي الصفاقسي في اطار طلبات ما تصورش مبدئيه لكن طلبات احتياطيه، هل انه واحد منهم طلب الا ما يطلب موضوع عندنا قانون؟ لا، اذا كان خطا اداري نعاود المباراه، لازم يطلب هيك، لانه محكمه مفروض عليها الحياد، ولا تطلب باكثر ما طلبه الخصوم، ولا تخرج على الحياد نتاعها. شكون المتسبب واللي خلانا في هذه النقطه الثانيه؟ واش نجيك فيها واش نجيك واحده واحده نجيك خاطر اذا كان تصير حاجات كي هكا، ونتذكر شو اللي صار بعد قرار الضابطه والتأجيلات اللي صارت، والتأجيلات هذيك تخلي تأويلات، اش صار في سوسة، اش صار في صفاقس، اللي احنا هذا ما نحبوش نشوفوه، على الأقل نعرفوا شكون المسؤول ومن المخطئ ومن المذنب باش يتحاسب، باش الأخطاء الخطأ هذا اللي صار كان ينجم يؤدي الكارثة. هو نادر حكي على التساوي في الأدلة، علاش وصلنا للتساوي كما قلت لك؟ كان هذا الحكاية هذه كما النقطة الأولى، راهو الوليد علي البريقي يلزم يقع احتساب توا الإنذار الأول مش نتاع المقابلة الدور النهائي، يزم مقابلة أخرى باش ما يوقعش ممكن خطأ من طرف النجم الرياضي الساحلي في احتساب، معناه لأنه ثبتوا بقرار الكناس أنه الموسم انطلق مع بداية المقابلة الأولى في البطولة، مقابلة النهائي ما عادش محسوبة، الإدارات اللي فيها راهم مشيت في الموسم الفارط. هذه حاجة الأولى. اثنين، من المسؤول؟ حسب رأيي الشخصي الحقيقة في تقديري أنه المكتب الجامعي يتحمل مسؤولية، لأنه لما تلقى محاضر أنت مختلفة وتلقى جلسة عامة تتحدث على حاجة، ومحاضر تتحدث على حاجة أخرى، ومحاضر نتاع لجنة التأديب يتحدث على مسألة أخرى، فما لهنا الحقيقة تناقض كبير، وفما محاضر متناقضة
يلزم نفيقوش على المستوى ذا، لأنه نشوفوا شنو يصير إثارات واحترازات. والنجم المكتب الجامعي في إطار برنامج عمل ينجم كيما فما التيميس ذا في الترانسفير دو جوار انترناسيونو، تحل على الانترنت تعرف اللعبة ذا تابع شكون ما فريق ومسي. احنا نجمو نعملوا دي لوجيسيال لنا في تونس، راهو الجمعية تدخل وتعرف اللعبة ذا شنو العقوبة اللي موجودة، وقتاش يرجع وقتاش ما يرجعش. هادي كونت ديماج دي سبونسيون معناها ديما يقعد مسؤولية الفرق، نجمو نتجاوزوها من بعد على الاحترازات ونبعدوا على الإثارات. لأنه كان تجمع أنت في يصير عنا في جمعة إثارات واحترازات، ممكن في أوروبا تلقاه في 30 سنة ولا 30 سيزون ما تلقاه مش يصيروا، معناها ياسر احترازات وياسر إثارات، ويزمنا نلقاه معناها حل، يزمنا نلقاه حل. بلا ليسهم ويحظى في الأمور القانونية أنه ثم ثغرات عديدة في القانون، هل أنه ثغرات موجودة من الموسم الفارط والفصل 22 نذكروها، هل أنه تو الجامعة يعني عاجزة أني نادي رجال القانون توا المختصين في القانون الرياضي هما أكفاء وموجودين في البلاتوات الرياضية التلفزية الكل تعمل لما والقوانين الثغرات هذه الثغرات نحاول نلقاو، مش تقول لي هذه قراءة وهذه قراءة يا أخوي، هذه كورة ولا تتلعب في القوانين وفي الكواليس وفي الجامعات. هذه من 27 ديسمبر وانا جايين بعد الدوسي نتاع قصر هلال وكلت بعض الدنيا. يعني هل انتم رجال القانون عاجزين على انه في القانون الرياضي نلقاو قانون واضح وصريح يعطينا، مش انت سي علي تقرا قراءه وسي طارق العليمي يقرا قراءه مثلا وهو علي رزمو كان القرار هذا قبل سامحني نادر واضحه وصريحه قبل 10 جولات من نهايه الموسم. تصور احنا كان جات قبل زوز جولات من نهايه الموسم وكانت الفرق هذه كل متقاربه على بعض زوز نقاط وثلاث نقاط، ويجي القرار هذا نتصور احنا شنو باش يصير في الشارع الرياضي. ربي مع المحكمه الرياضيه وقت ونحكيو تو هذه بطوله حتى سامحني نحكيو تو على التوقيت زدالي. احنا كان الاجتماع هو هيئه التحكيم كان الاجتماع يوم الخميس وسمعنا القرار في الليل، يعني امكانيه تاجيل المباراه جمعة الصباح نسمع بالقرار هذا يخرج قبل مباراة نجم الرياضي الساحلي تقريبا بثلاث واربع ساعات. يعني ترش اللي انت التحكيم كانت نجم القرار تخليه حتى احتراما سواء كان لصالح صفاقسي ولا لصالح النجم بعد مباريات مسابقات الافريقيه يجي القرار يوم الاثنين مثلا. انا بخرجه بالساعه بربي نادر على الحكايه في 10 ثواني راهو نادر الاليه مش ممكن. احنا نجم نقترحوا واحنا مقترحين وديما نضغطوا باش نعملوا مجله رياضه باش نحدوا قوانين واضحه، لكن راهو المشكل انه الانديه هي اللي تصوت. ما نجم نعمل لك انا مشروع، نجم نتلموا الاولاد الكل ونعملوا مشروع متوازن ومشروع نتاع نصوص واضحه، لكن في الاخر شكون باش يصوت؟ الانديه هي اللي باش تصوت، والانديه يكون متاكد ان هي ما تصوتش لنصوص مش في مصلحتها. هما رؤساء الجمعيات ما حبوش يصوتوا ضد معناها التصريحات الناريه والعقوبه باش تكون مشد، لانه عارف روحه باش يعمل تصريحات ناريه. المنظومه الكلها لازم تبدل. ما دام رؤساء الانديه هي اللي تصوت على امور قانونيين واحنا عندنا اساتذه قانون، والا تصوت على امور فنيه واحنا عندنا اداره فنيه، ما احناش باش نتقدموا. خلينا نقدموا نادر احنا. رئيس النادي وقتي ظرفي مش يمشي على روحه، والقوانين هي الدائمه. نكمل جواب على نسخة نقص علينا. خلينا نقص نقص ما تعرف. عندي مقص كبير. نعرف. شوف انيس التوقيت الحقيقه انا عندي الكواليس ونعرف شنو راهو كان بطلب من النادي الصفاقسي ونجم الرياضي الساحلي طلبوا شكون مفاوضة اخر الجلسه. هما لا طلبوا الشيء هذا. اخر الجلسه كانت الصباح معناها هاجيك الحديث المرافعات دائما 5 سوايع وانا كنت موجود غادي وشوف 5 سوايع المرافعات كانت متواصله تتفاوض في ملف مثل هذا ما قالش من 6 سوايع تتفاوض فيه راه يعني راه مده كبيره ونتاكد انا متاكد المفاوضه انتهت يعني في سوايع نتاع الصبح معناها بالتالي عادي انه باش تكون القرار من غدوه وقرار يقول لك محكمه ما يهمهاش في الظروف ما يهمهاش في الامور الاخرى. شو معناها سي علي تحب تقول اللي هما حتى الخمسه ولا سته تاع الصباح هما مجتمعين؟ ما كنتش نتصور بخوش ولا 8 9 تاع الهيكل المرافعات انتهت 7 6 الصباح خرج الاخبار هما مالفين الهيئه الوطنيه للتحكيم الرياضي تسهرنا مالف يعني تعطينا قرار 10 ل 11 نتاع الليل ما تفوتش. المره هذه 7 نتاع الصباح راه مش معقول فما شكون سرب المعلومه هذا اكيد لانه ما نتصورش هما كانوا باش يخرجوا المعلومه. وهيك تذكر التسريبات الاولى كانت اعاده المباراه هو أكيد هو في الليل في الليل صح انا قلت لك انا هي كيف باش تخرج العشره؟ لا 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 تخرج العشره خير من تخرج السبعه نتاع الصباح. ملاعبين راقدين، المدربين راقدين، مسؤولين راقدين، مواطنين راقدين، السبعه نتاع الصباح قرار نتاع كناس منشور في وسائل الاعلام مش معقول فما شكون سرب فما ارساليات تسفير خدمه هيك باش ما نغلطوش الراي العام فما حتى الاعلاميين راقدين قال لك شبي لا لا كان بطلب من نجم الساحلي. هذا متاكد انه الاستعجال يعني بالتصريح بالحكم بعد نهاية المداولات والجلسات اليوم تاخير هذاك موجود معناه كان نهار جمعه ونهار السبت ولا حتى نهار الاحد ما فماش مشكل. اما اعطيني انا علاش 7 نتاع الصباح حتى الاعلاميين هيك سموا بالاخبار مؤخر كانوا راقدين تحكيت على راقدين المدربين اعلاميين راقدين زاد الاخبار فما اعلاميين خرجوا مؤخر فما كان الاعلاميين نتاع الاذاعات اللي خدموا 7:15 نتاع الصباح و7 ونص و8 غير 4 و8 غير 20 و8 خلص علي يختم لنا المساله هذه نختموا انه يقعد
قضائي، نزاع قضائي فيه راهو اطوار فيه كذا، وفي انتهى الامر نرجعوا للامور الرياضيه ونرجعوا للملعب، وهذا درس راهو درس، هذا درس للمسؤولين، راهو كتصير فما اثارات والاحترازات، كل واحد يخلي الراي نتاعو من غير ما نشعلوا النار ومن غير ما نتكلموا في سبيل الاعلام، يقول انه احنا قمنا باثاره ولا قمنا باحتراز، هي من انظار الهياكل المختصه، اذا كان عندنا حق ناخذوه، واذا ما عندناش حق ما ناخذوش. انتهى الامر.